طيب، المحاضرة الماضية يا شباب بدينا نحكي على الداتا ساينس بروسيس، وحكينا انه في الداتا ساينس بروسيس انا في عندي مجموعة من الخطوات بدي اقوم بها بشكل تكراري، الف عليها كلها. تمام، بدينا نحكي في خطوة الديسكفري، وحكينا انه انا بدي اعطي وقت معتبر في هذه الخطوة، لانه استكشاف البيانات لازم تعطي له يعني الوقت الكافي عشان تستكشف البيانات وتتعرف على الدومين نوليدج. تمام، حكينا على ال data preparation، خلصنا discovery صح؟ بدينا نحكي على ال data preparation ولا لسه؟ تمام، بدنا نكمل في الخطوة الثانية يا أستاذ. الخطوة الثانية اللي هي data preparation، تحضير البيانات. في تحضير البيانات هنا انت بدك تعمل انشاء للانفراستراكشر للمشروع، البنيه التحتيه للمشروع. تمام، انت هيك بدك تحضر البيانات. البيانات اللي بدك تحضرها لازم تحطها في مكان. وين المكان هذا؟ يفترض انه يكون عاده انه يكون داتا وير هاوس. تمام، هذا الكلام لو انت بتشتغل في شركه لازم تنشئ مستودع في هذه الشركه وتحط فيها كل البيانات اللي انت بدك تشتغل عليها. احنا عندنا هنا في هذا المصاب المشروع اللي انت حتشتغله، البيانات حتحضرها وتحط لي اياها في ملف سي اس في او اكسل. تمام، واضح؟ لانه احنا ما بدنا نقحم انفسنا الان في مستودعات وبدنا نعقد الموضوع. بيانات انت عندك اللي بدك تحضرها بدك تحطها في ملف سي اس في. تمام، لكن لو انت كنت بتشتغل في شركة وبدك تشتغل مشروع داتا ساينس، يفترض البيانات اللي انت بدك تحضرها تحطها في مستودع بيانات. تمام، بعدين الخطوه الثانيه بدك تطبق الاكستراكت والترانسفورم واللود، او اختصارا الاي تي ال. ضربنا عليها امثله المحاضرات الماضيه، مثال على الاكستراكت ومثال على الترانسفورم. في هذه الحاله بدك انه تحدد ايش هي الكويري للداتابيزز اللي انت بدك تتصل عليها عشان انت تجلب البيانات اللي انت بدك اياها. طبعا اذكركم هنا انه احنا حكينا انه انت بدك تتعامل مع البيانات راح تكون موجودة أنت عندك من عدة مصادر. حيكون أنت عندك هاي المصدر الأول، هاي المصدر الثاني، تمام، هاي المصدر الثالث. يفترض أنه أنت عندك هنا أنه أنت تحضر البنية التحتية اللي بدك تستخدمها عشان تجلب البيانات من مصادر متعددة. فأنت بدك تحضر الاس كيو ال كويري، عشان هيك لازم يكون في عندك معرفة كويسة بالاس كيو ال. الاس كيو ال تكون انت عندك هنا زي السلام عليكم، انت بتستخدمها كاداه. تمام يا استاذ، هذه شغله. الشغله الثانيه بدك تحدد ايش هي عمليات الترانسفورميشن اللي انت بدك تعملها على البيت. بدك تحدد ايش هي عمليات للترانسفورميشن اللي انت بدك تعملها على البيانات. ضربنا امثله على الترانسفورميشن المحاضره الماضيه، حكينا انه انت على سبيل المثال عندك الايج، ممكن انه انت تحوله من ارقام تحوله لفئات، تحول الفئات العمريه العمر كرقم تحوله لثلاث فئات. انه انت عندك على سبيل المثال مراهق بالغ كبير في السن old تينيجر او ادلت واولد. تمام، مثلا على سبيل المثال، او انه انت تحدد انه انت بدك تستخرج مثلا عمود معين او معلومه معينه من عمود التاريخ. بدك تستخرج مثلا انه اي يوم من ايام الاسبوع، لانه انت عندك على سبيل المثال الشغلات بتصير انت عندك مواسم. ممكن على سبيل المثال انه شغله معينه يكون في لها نمط معين يوم السبت او يوم الاحد، فبالتالي انت بدك عمود
بيحدد انه السجل هذا متى صار، من في اي يوم من ايام الاسبوع مثلا. فهذا الكلام بدك تستخرجه من عمود التاريخ او الديت، تمام؟ فهي عمليات الترانسفورميشن. عمليات الترانسفورميشن عاده ممكن ان انت تعمل كواليتي تشيك، يعني على سبيل المثال ممكن تعمل فلتر للميسنج ديتا، بيانات السجلات المفقوده انت عندك انه انت ما بدك اياها، تفلترها تشيلها، تمام؟ او انه انت تعملها معالجه، تستبدلها بقيم معينه، تمام؟ برضو كذلك من عمليات الترانسفورميشن للستراكشرنج، فانت بتحول البيانات من unstructured لstructured data بصياغها المختلفة. ممكن يكون في عندك ملفات XML، ممكن يكون عندك ملفات JSON، ممكن يكون في عندك flat files، ولكن يعني كوسي structured. فبالتالي انه انت بتحدد بدك تكتب سكريبت عشان يستخرج هذه الحقول اللي انت عندك من الملفات، عشان انه انت تحطها عندك في الداتابيز، تحطها structured. او التحويل، يعني في بعض الاحيان بيكون انت عندك التايم ستامب، عارفين التايم ستامب، ممكن يكون الصيغه تبعته سترينج، فبالتالي بدك تحوله كديت فورمات لما تخزنه في الداتابيز. او يكون عندك الكاركتر انكودنج، انت هنا بتتعامل مع داتابيز مش من سيستم مختلفه، وكل داتابيز ممكن يكون فيه لها انكودنج مختلف، فانت بدك تحول في مستودع واحد وتحول الانكودنج انه يكون موحد كله نفس الانكودنج، تمام؟ بعدين تعمل لود للبيانات عشان تبدا التحليل تبعها. في شغله مهمه انه اي تي ال ولا اي ال تي، ايش الفرق بيناتهم؟ نفس الاشي ولكن ترتيب العمليات، لكن ترتيب العمليات هنا انا عندي اخر عمليه اللي هي عفوا انا عندي اكستراكت بعدين ترانسفورم لود، هنا اجلنا الترانسفورم للاخر بعد ما تحمل بالضبط. والسبب في ذلك انه في بعض الاحيان الترانسفورم تاخذ وقت طويل جدا، فعشان هيك احنا بنأجلها للاخر. كيف؟ في بعض الاحيان انا بحكي ممكن عمليات الترانسفورم سريعه، فبالتالي انت بتخليك نظام الاي تي ال. ممكن في بعض الاحيان الترانسفورم ياخذ منك 5 ساعات 10 ساعات، تمام؟ فبالتالي بتعمل لود للبيانات وتحطها في الوير هاوس، في الداتا وير هاوس، بعدين بتجري عليها عمليات الترانسفورميشن اللي انت بدك اياها براحتك. هيك انت بتاخذ نسخه من الرو داتا، تمام؟ وبتجري عليها عمليات تبعتك، لانه عندك في الاي تي ال افترض انه انت عندك هنا وحده من الترانسفورميشن فشلت، بدك تعيد العمليه كلها من اول وجديد، تمام؟ فعشان هيك انت اعمل لود للديتا، خد نسخه منها وبعدين تجري عليها عمليات الترانسفورميشن اللي انت بدك اياها. واضح يا شباب؟ لو سالتك الفرق بين الاي تي ال والاي ال تي، نفس الشيء ولكن بيتم تاجيل الترانسفورميشن للاخر، والسبب لازم تكون عارف السبب لو سالتك. واضح؟ بعدين بدي افهم البيانات اكثر، يعني على سبيل المثال بدي افهم البيانات من كل المصادر، تمام؟ بدي اضرب لك مثال يا استاذ، بدي اضرب لك مثال انه انت عندك هنا في الجامعه، في الجامعه في عندك البيانات تبعت القبول والتسجيل، ايش بكون فيها؟ بياناتك انت كطالب، المواد اللي انت سجلتها والعلامات تبعتها. في عندك نظام مختلف اللي هو نظام المودل او نظام التعليم الالكتروني، بيحتوي على داتابيز مانجمنت سيستم منفصله عن الداتابيز تبعت القبول والتسجيل، لكن في رابط بينها. ايش هو الرابط هذا؟ رقمك الجامعي، تمام؟ انا في المودل ممكن انا اشوف كل بياناتك، اعرف مين انت من خلال رقمك الجامعي اللي المعلومات تبعته وين موجوده في القبول والتسجيل. فهي مفهوم انه انت تفهم البيانات كلها من عده مصادر وتحاول ان انت تربطها مع بعض باستخدام هذه الاعمده ذات العلاقه. فانت لازم تفهم كل كولوم ايش علاقته في الريليشنال داتابيز، تمام؟ كيف الاستراكشر، كيف ممكن تعمل استراكشر للانستراكشر داتا؟ حسب النوع، تمام؟
وبعدين الخطوة اللي بعديها بدك تعمل سيرفي وفيجواليز وفيجواليز داتا، بدك تستخدم الإحصاء الوصفي. والإحصاء الوصفي حكينا يعني عنه سابقا، وهي للمرة العاشرة. بنحكي إنه أنت بدك تجيب مراكز البيانات أو المتوسطات، تمثلها في الشارت. لأنه هي تعتبر نقاط وصفية توصف لك البيانات، بالإضافة ل المتوسطات. إيش في عندك كمان؟ مقاييس التشتت، بشوف لك إنه قديش البيانات بتنحرف عن المتوسط. لو كان انحراف كبير معنى ذلك إنه في تباين كتير، لو انحراف صغير معنى ذلك إنه البيانات حوالين المتوسط. أهميتها كتير كتير كبيرة ومفيدة جدا، لأنه أنت ممكن تعطي لك جواب، تأخذ فكرة عن، على سبيل المثال طلاب الماجستير عندنا قديش أعمار؟ لازم يكون رقم واحد يعبر لك عن أعمار طلاب الماجستير عندنا، وهذا الرقم هو عبارة عن المتوسط. لما تقول لي إنه متوسط أعمار طلبة الماجستير 27 37 مثلا، تاخذ فكره انه شو طبيعه الطلبه اللي موجودين هناك، او الكاستمرز اللي موجودين عندك قديش متوسط اعمار. تمام. بعدين بتعمل فيجواليزيشن للبيانات تبعتك. لاحظ انه الفيجواليزيشن احنا استخدمناه في الديسكفري، نرجع هنا كمان مره نستخدمه في تحضير البيانات عشان تفهم البيانات اكثر. وذكرنا انه الفيجواليزيشن بيساعدك في التعرف على البيانات بطريقة أسهل. يعني افترض أنه أنا قلت لك أنه أنا عندي الزبائن عددهم 13,000، 10,337 هدول فيميل، وعندي 3,127 هدول ميلز. فاكر حاجة من الأرقام اللي أنا ذكرت لك إياها؟ قديش نسبة هذا لهذا؟ مش حتاخذ وقت لما تربط هذه الأرقام كلها مع بعض، ولكن لو أنت عملت تشارت وحكيت لي إنه هدول الزبائن كلهم، هدول عبارة عن الميل والباقي كله فيميل، خلاص بقدر أنا أستوعب بدون ما تحكي لي أرقام إنه معظم الزبائن أنا عندي فيميل. تمام؟ فهي الفيجواليزيشن الاهميه تبعتها. تمام؟ كيف؟ مش سامع. صحيح، فيجواليزيشن تمثيل البيانات للبيانات. طيب في الكلين للديتا حنعمل ديسكارد للبيانات اللي انا ما بدي اياها واللي بتاخذ مساحه على الفاضي، حنضرب عليها مثال. وكذلك حعمل نورماليز للبيانات. نورماليز يعني تنميط عشان نشيل حاجة اسمها السكيل افكتس. ايش السكيل؟ السكيل اللي هو مدى البيانات. تمام؟ اضرب لك هنا فيها مثال. السكيل تبع البيانات ممكن انا اضرب لك مثال هنا انه يكون في عندي سجلات عمودين، العمود الأول الايج والعمود الثاني الانكم. طبعا هنا السنوي. تمام. بما انه الاشخاص هذول بيشتغلوا، بدي افترض انه الرينج تبع الاشخاص انه بيبدأ من 18. تمام. أكثر واحد يعني ممكن إنه هو يكون شغال قديش؟ 60 سن التقاعد، في بعض الدول 65، بدي أفترض إنه هو 65. فبالتالي رينج البيانات أنا عندي بتراوح من 18 ل 65. أما الإنكم الدخل السنوي بدك تضرب راتبه في 12. في ناس الراتب تبعها 300 دولار، اضرب في 12 3600. في عندك ناس الراتب تبعها 2000 و3000 و5000 دولار في الشهر، اضرب في 12
تمام. فبالتالي بدي افترض انه الرينج بتراوح بين 3500 كي الف يعني لغاية 100 الف. ايش المشكلة هنا؟ المشكلة انت عندك هنا السكيل مختلف تماما، هذا السكيل تبعها واسع بارقام كبيرة، هذا ارقام صغيرة بالمقارنة بين 18 و65. فعندك بعض خوارزميات الماشين ليرنينج بيكون في عندها حساسية لما يكون في عندك هنا اختلاف في السكيل تبع الاتريبيوتس. فايش الحل؟ الحل انه احنا نعمل ترانسفورميشن لهذا الجدول، نعمل له نورماليزيشن. فبالتالي بده يكون في عندي هنا عمودين، الايج والانكم، الرينج تبعه بده يكون من الصفر والواحد. طبعا كيف بده يكون عملية التحويل؟ من خلال معادلة. المعادلة هذه يفترض انه انت عندك اصغر رقم في الايج يصفي عند الصفر، فبالتالي اللي عمره 18 بيجي هنا صفر، اللي عنده اللي عمره 20 ممكن يجي بوينت واحد، اللي عمره 65 بيجي واحد. ونفس الشيء بالنسبة للإنكم. فأنت بتعمل مابينج للأرقام هذه كلها عندك، تعمل مابينج للأرقام هذه كلها على حسب المعادلة. تعمل مابينج للأرقام تبعتك هنا على حسب المعادلة تبعتك اللي أنت بدك تستخدمها للنورماليزيشن. فبالتالي في تحضير البيانات بتطبق تنميط البيانات أو النورماليزيشن. إيش تعريفها؟ إنه أنت بتحول البيانات كلها لسكيل واحد. إيش السبب؟ بعض خوارزميات الماشين ليرنينج بيكون في عندها حساسية بيأثر على التعلم تبعها لما يكون سكيل مختلف بدرجة كتير كبيرة. فعشان هيك احنا بنحولها لنفس السكيل. واضح؟ هذا بالنسبة للسكيل للنورماليزيشن. أما بالنسبة ل الديسكارد للبيانات اللي أنا مش محتاجها، هاي المثال تبعها هنا. ممكن هاي زي مثلا ما تفرش شو ما كيف؟ هذه شغلة من الشغلات، يعني هذه يعني تسمى الريتنشن أنت عندك في البيانات. أطفيها. الشغله اللي انت بتحكي فيها اللي هي الريتنشن، انه انا بحتفظ بالبيانات انا عندي لاخر 6 شهور. هذه البيانات انا بحطها للمراقبه مثلا، انه اذا صار في شغله ممكن نرجع لها بعد 6 شهور. خلص ما صارش اشي، فبالتالي انا مش معتازها، شيلها مثلا. لكن المقصود هنا على سبيل المثال، افترض انه انت في عندك 100 مليون سجل، تمام، وفي عندك 10 اعمده. 10 اعمده هدول فلوتينج بوينت. انت بتعرف انه الفلوتينج بوينت بتحتاج لمساحه اكبر في التخزين في الداتا بيز حتى عندك، تمام. هجيت هدول ال10، كل يعني عمود من هدول الاعمده بيحتاج 80 بايت. اضرب في 10، اضرب في 100 مليون، شايف قديش الرقم كبير؟ حقيقة لو انت قررت انه من ال10 هدول انا في عندي 3 هم اللي انا بدي اياهم، هم المفيدين بالنسبة لي. لنفترض على سبيل المثال انه انت في البيانات عندك قياسات الحرارة كل ساعة. بيهمنيش انا قياسات الحرارة كل ساعة
في المسألة اللي أنا بحلها، بدي أنا المتوسط تبع درجة الحرارة اليوم، أو بمعنى آخر بدي درجة الحرارة العظمى والصغرى، الماكس والمين، خلص بيكفيني. ليش أنا أجيب درجة الحرارة لكل ساعة 24 ساعة؟ ما بلزمني هذا الكلام. فبالتالي خلص بعمل دروب لهذه الشغلة. ليش؟ لأنه درجات الحرارة تحتاج مكان للتخزين. فهنا في المثال تبعنا لو حكينا إنه الثلاثة فقط هم المفيدين أنا عندي، اللي هو الماكس والمين والمتوسط، من القياسات هذه كلها معنى ذلك انه هحتاج 24 لكل واحدة. 24 اضرب في 3 اضرب في 100,000 او 100 مليون. في الحالة الأولى لو بدك تاخذ البيانات كلها حيكون حجم البيانات حوالي 7 جيجا ونص. وفي الحالة الثانية لو أنت بدك تاخذ بس الثلاثة اللي قلت إنه هم مفيدين بالنسبة لإلي وتعمل دروب للباقي، حيكون حجم البيانات 2.2 جيجا بايت. فبالتالي شايف قديش وفرت هذه المساحة التخزينية. هذه المساحة التخزينية اللي انت بدك تخزنها ممكن انه انت تكون بتخزنها على الكلاود، وهذا بكلفك فلوس. او ممكن انه الحالة الاولى انه انت 7 جيجا ما بتقدر تخزنها على اللابتوب، لكن 2 جيجا ماشي بقدر اخزنها عندي على اللابتوب، وبقدر انه انا استمر في الشغل على اللابتوب تبعي في المشروع. فهي معنات انه انت تعمل كلين للبيانات، تشيل اي حاجة ملهاش لازمة في البيانات تبعتك، بحيث انه انت توفر مساحة تخزينية. تمام؟ طيب خلصنا مرحلة تحضير البيانات، بدنا ندخل في مرحلة التخطيط الموديل بلاننج. في التحضير بدك تتخذ عدة قرارات، تمام؟ عشان القرارات هذه تطبقها في المرحلة اللي بعديها اللي هي الموديل بيلدينج. تمام؟ انت لما بدك تيجي تبني مبنى ما ينفعش تبني مبنى بدون ما يكون في عندك خريطة مخطط هندسي. ما ينفعش انه انت تيجي وانت قاعد بتخلط تيجي تقول بدنا نعمل هنا عمود وهنا بدنا نعمل حيطة. قرارات اتخاذ القرارات في ذلك الوقت يعني ضرب من الجنون. لازم تعمل تخطيط وتقرر كل حاجة، وبعدين بتروح على الموديل بيلدينج بتنفذ. بس ايش الشغلات اللي انت بدك تقرر فيها؟ بدك تقرر في عدة شغلات. بدك تحدد ايش هي الميثود اللي انت بدك تستخدمها في تحليل البيانات، وهذه الميثود لازم تكون مناسبة للأهداف تبعت المشروع. أضرب لك مثال، يعني أنا بشرح لك بضرب أمثلة، مش بالضرورة يكون دائما زي هيك. يعني مثال الاي اس بي اللي احنا شرحناه المحاضرة السابقة، انه انت في عندك مشتركين بيلغوا الاشتراكات تبعتهم، فبالتالي احنا قررنا انه الحل ممكن يكون عباره عن موديل بيعمل بريدكشن انه الزبون هذا الشهر الجاي حيلغي الاشتراك تبعه او لا عشان الحقه. فبالتالي هنا بحدد انه انا بدي كلاسيفيكيشن. فبالتالي المقصود هنا انه انت بدك تحدد ايش هي الميثودز اللي انت بدك تستخدمها. هل هي كلاسيفيكيشن؟ هل هي ريجريشن؟ هل هي كلاسترنج؟ هل هي اسوسيشن؟ وهذا الكلام احنا شرحناه في محاضره سابقه في الانترودكشن. حكينا انه كلاسيفيكيشن انه انت بدك كله الكلاسيفيكيشن والريجريشن كله عباره عن بريدكشن للفيوتشر. الريجريشن الارقام، تمام؟ الكلاسيفيكيشن بيكون انت عندك فئات، الزبون حيشتري او لا، الزبون او المشترك حيلغي اشتراكه او لا. هذا الكلام كله في المستقبل الشهر القادم مثلا على سبيل المثال. الريجريشن عبارة عن بريدكشن ولكن لأرقام مش لفئات. انه انت مثلا على سبيل المثال بدك تعمل بريدكشن لأسعار السهم الأسبوع القادم، أو بدك تعمل بريدكشن لدرجة الحرارة الأسبوع القادم أو لمدة 10 أيام. وهذه الشغلة يعني مستخدمة في نماذج الطقس، انه انت ممكن تعمل تنبؤ بدرجات الحراره، تمام، والامطار وكل العوامل هذه كلها لمده 10 ايام او لمده اسبوع. فهذه عباره عن ريجريشن. كلاسترنج انه انت بتعملش بريدكشن، تمام، انه انت بدك تعمل تجميع للبيانات اللي بتشبه بعض، للسجلات اللي بتشبه بعض، وحط لي اياها في كلاستر واحد، تمام. الاسوسيشن حكينا انه انت بدك تعمل
الشغلات اللي بتصير ترانزاكشن مع بعض، الايتمز اللي بتصير انه بشكل متكرر انه هي بتتواجد في الترانزاكشن، انا عندي بدي اوجدها هذه الاشياء احددها. ضربنا مثال زي الشوبينج كارت، ايش اللي بيشتروه الزبائن مع بعض بشكل متكرر، تمام؟ فانت بدك تحدد انه انت تقول والله انا بلزمني كلاسيفيكيشن، او الكلاسيفيكيشن ما بينفعني بدي يلزمني ريجريشن او كلاسترنج، وهذا راح يكون انت عندك محل اسئله في الامتحان. راح اجيب لك بزنس كيس، تمام؟ اقول لك في شركه ما انه المشكله تبعتها 1 2 3 والبيانات المتوفره عندها كذا كذا كذا، اعمل لي موديل بلاننج، ايش القرارات اللي انت ممكن تتخذها، تمام؟ فبالتالي بدها تكون الحلول نابعه، هذه الشغلات انت اللي بدك تقررها، انت كديتا ساينتست بدك تقررها. فبالتالي طبيعة الجواب هنا بتكون من وحي ما درسته، في ضوء ما درست. يعني على سبيل المثال في الأعوام، يعني في العام الماضي السؤال تبع الاي اس بي جبته للطلبة في الامتحان، بقول لهم انه المشتركين قاعدين بيلغوا الاشتراكات تبعتهم، بدنا حل المشكلة، ايش ممكن انه انت تسوي؟ في ناس بتجاوب وبتقول لك انه بدنا ننفخ في الاسلاك ونرجع نشبكها تاني، في ناس تانية بتقول انه احنا الاسلاك اللي احنا جايبينها تمام انه كات 5 بدنا نجيب كات 7، في ناس تانية بتقول لنا نجدد الراوترات. يا استاذ احنا مش مادة شبكات، احنا مادة علم البيانات، فبدك تعطيني حلول. هذا هو الموديل بلاننج، بدك تعطيني حلول من ضوء ما درست. واضح يا استاذ؟ ماشي يا استاذ. لقيت انا بحكي لك انه السبب عاده مش خلل فني، قد يكون في بعض الحالات انه خلل فني فعلا انه كذا، لكن بحكي لك انه الزبائن بيشتكوا انه انت بتهتم بس بالزبائن الجدد، مشتركين الجدد انت بتعطيهم باكجز وبتعطيهم خصومات. طب انا انت ما بتعطيني عرض، ما بتعطيني كذا، فبالتالي انه انا خلص بدي ادور على شركه ثانيه ممكن تعطيني عرض احسن. حكيت اذا كان انت عندك اشكاليه في البنيه التحتيه تبعت الاي اس بي، ساعتها هذا موضوع مختلف تماما، تمام؟ ممكن يكون انت عندك انه انت تعمل بريدكشن متى ما، يعني ايش الاجزاء اللي راح يكون فيها اعطال الشهر المقبل مثلا، حيكون في عندك مثلا نقاط انت عندك في الشبكه حصير فيها اعطال، بدل ما تستنى تصير اعطال والمشتركين يشتكوا روح استبدلها الان. خلاص النظام توقع انه حيكون في عطل هنا وهنا وهنا، الراوتر هذا حيقع الشهر الجاي. اذا انت بتشتغل بنظام خلي الراوتر يقع وينقطع الانترنت يومين ثلاثه عند الناس مش مشكله، لما يخرب بنصلحه. هذا شيء، وانه انت تستخدم الداتا ساينس وتقول انه هذا حيخرب عشان الكاستمرز انا عندي يضلوا راضيين وضلني محتفظ بالمشتركين الموجودين عندي، خلاص الراوتر هذا وهذا وهذا بدي ابدلهم لانه ما بديش اي حاجه تقع انا عندي الشهر الجاي، بدي الخدمه تكون فيها استمراريه، تمام؟ طيب في عندك في بعض الاحيان الشغلات اللي انت بدك تتخذ فيها قرار انه اذا انت بدك تستخدم بلاك بوكس ميثود ولا لا. ايش البلاك بوكس ميثود؟ ببساطه انه البلاك بوكس هو عباره عن موديل ما بتقدر انه انت تفسر الموديل هذا ليش عمل بريدكشن بهاي الطريقه. معنى ذلك انه في عندك موديلز وايت بوكس،
بيقدر ان هو يفسر لك ان انا عملت بريدكت انه الكاستمر هذا هيشتري عشان كذا وكذا وكذا، تمام؟ فاذا انت بتهمك الشغله هذه انه انت تعرف ليش الموديل عمل بريدكشن زي هيك، ما تستخدم البلاك بوكس. اما اذا كان ما بهمك تعرف ليش، بهمك انه يعمل بريدكشن بشكل صحيح دقيق، خلاص ممكن تستخدم بلاك بوكس. يعني واحد اضرب لك مثال على يعني على المودلز اللي تعتبر هي كبلاك بوكس، ايش هي؟ النيورال نتورك. النيورال نتورك اثبتت الكفاءه تبعتها في البريدكشن مثلا على سبيل المثال، لكن اشكاليتها انه هي بلاك بوكس، ما بتقدر تقول لك انه انا عملت بريدكت انه هذا حيشتري او لا، او حيلغي اشتراكه او لا، او هذه تفاحه او هذه برتقاله عشان كذا وكذا وكذا، ما عندها هذه الخاصيه بالمره. فاذا كان انت بهمك الدقه والنيورال نتورك معطياك الدقه اللي انت بدك اياها، خلاص استخدمها. لكن اذا انت كان بهمك انه انت تعرف الموديل ليش عمل هيك وليش هذه صنفها زي هيك، ساعتها ما تستخدم النيورال نتورك. هاي معنى هذا الكلام، هاي معنى انه انت يكون عندك في البلاننج تاخذ بعين الاعتبار انه انت بهمك تعرف ليش ولا لا. بهمك تعرف ليش، ما تستخدم بلاك بوكس. ما بهمك، اوكي استخدم بلاك بوكس طالما الاداء تبعها مرضي بالنسبه لك، تمام. كذلك من ضمن الشغلات اللي بتدخل انت عندك بدك تقرر فيها اللي هي الفوليوم، حجم البيانات. في عندك بعض الخوارزميات ما بتقدر انه هي تتعامل مع احجام كبيره من البيانات، تمام. وكذلك الاستراكشر، في عندك بعض الخوارزميات بتقول لك انه انا عندي الاعمده لازم تكون كلها ارقام، بقدرش اتعامل مع فئات. وفي خوارزميات ثانيه بتقول لك لا انا ما بعرفش اتعامل مع ارقام، بدي بس فئات، تكون كل الاعمده فئات. في خوارزميات من نوع ثالث تقدر تتعامل مع ارقام وفئات. فهذا انت بدك يعني قرر فيه في البلانينج بناء على طبيعه البيانات، بناء على الاستراكشر تبع البيانات، واضح؟ في عندك شغله كمان بدك تقررها في الموديل بلانينج من ناحيه الفيتشر، بدك تقرر يعني في الفيتشر موديلينج ايش هي الفيتشر اللي بدك تستخدمها، كيف بدك تعمل موديلينج للفيتشرز. وهذا الكلام ينطبق على الانستراكشر داتا زي التكست. وهنا عشان اوضح لك الكلام هذا، انه انت عندك البيانات بهذا الشكل. لنفترض انه انت عندك بيانات من تويتر، يعني عندك هذا العمود اللي هو التويتا تي واحد، اللي هو الاي دي تبع التويتا تي اثنين تي ثلاثة الى اخره، وعندك هنا التكست اللي هو النص تبع التويتا. فهنا عندك كلام او صورة، خلينا المثال تبعنا على النص. كيف الخوارزمية تتعامل مع النص؟ ما بتقدر تتعامل مع النص. فهذا الجدول انت لازم تحوله، تمام؟ وعملية التحويل هذا ايش اسمها؟ فيتشر موديلينج. كيف ممكن يعني احد طرق التحويل؟ خليني اضرب لك مثال مبسط. احد طرق التحويل ممكن تتعمل زي هيك، انه هذه التويتات تي واحد، هذه تي اثنين الى اخره. ممكن تعتبر انه كل كلمة عبارة عن فيتشر، عبارة عن عمود. كل كلمة عبارة عن عمود، فبالتالي انت بتروح بتجيب كل الكلمات هذه دبليو واحد، هذه دبليو اثنين، دبليو ثلاثة الى اخره. تيجي بتقول دبليو، هذه الكلمة لم تذكر في التويتة هاي، فبالتالي بحط صفر. هذه الكلمة تكررت مرتين، هذه تكررت مرة، فبالتالي انت حولت النص لأرقام.
عملت تمثيل انت عندك للنصوص لارقام، ما دام صارت ارقام خلاص بتقدر تعملها فيد للالجوريثم. هذه العمليه ايش اسمها؟ فيتشر موديلنج او فيتشر انجينيرنج. تمام؟ كيف؟ بتحول النصوص لارقام. صحيح. نعم. ثواني بس. هذه العملية اسمها feature modeling أو feature engineering. إيش السؤال؟ كل إيش؟ لا، هاي الجدول فيه التويتات كله، وهذا الجدول فيه التويتات كله. صحيح، ما انت عشان هيك انه انت عندك التكست داتا لما تحولها لارقام بيكون انت عندك عدد الاعمده كبير جدا. يعني انت ممكن تاخذ اكثر 5000 كلمه تم تكرارها اكثر شيء، والباقي بتعمله ديسكارد بهذا الشكل، وبتعمل الماتريكس هذه او بتعمل الجدول هذا زي ما انت شايف انت عندك هنا على الشاشه. ممكن زي التعليقات لما تكتب كلمات تطلع لوحدها لو عدد فيها تظهر زي لما تظهر بتطلع زي ما تسجل مثلا. لا لا لا، الفيتشر موديلنج او الفيتشر انجينيرنج هي عمليه تحويل النصوص لارقام لفيتشرز عشان يقدر الموديل انه هو يتعامل معها. لكن اللي انت بتحكيه انه هي عباره عن شغله تانية موجوده في السوشيال ميديا، انه انت بتمنع الكلمات البذيئه، فبالتالي بيكون في عندك لسته من الكلمات البذيئه، او انه بيكون في عندك موديل انه انت بتعطي له النص هو بيحدد انه اذا كان في كلمات بذيئه انه انت تحضرها او لا. تمام؟ او من خلال لسته معينه، فبالتالي انه هذه شغله مختلفه عن الفيتشر engineering او الفيتشر موديلنج. فيتشر موديلنج حكيت لك انه السبب انه الالجوريثم ما بتقدر تتعامل مع تكست، فلازم تحولها. عمليه التحويل هذه شو اسمها؟ فيتشر موديلنج. تمام؟ هذا لازم يكون انت عندك تاخده بعين الاعتبار في البلاننج. بس هي كل القصه في الموضوع. ما هو اذا انت الماتريكس هذه او التيبل هذا انت بتجدده كل فتره بيمشي الحال. تمام؟ اما اذا انت بدك تستمر على ال 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 الماتريكس اللي انت بنيتها اول شيء، تمام، ممكن انه انت يتغير التكرار، فبالتالي بتصير انه كلمه كانت مكرره يعني بدرجه كثير كبيره بتبطل متكرره، فبالتالي يفترض انه هي تنشال لكن هي باقيه، فعشان هيك انت لازم تجدد كل فتره. ماشي. هل في عندك طريقة تانية انه انت تمثل النص كأرقام؟ تاخذ وقت طويل. ما فيش اي وسيلة تانية للتعامل مع النصوص الا بتمثيلها، الا من خلال يعني تمثيلها كأرقام. العملية بتاخذ وقت. اي نعم تاخذ وقت. تمام؟ كومبيوتيشنال باور اللي موجودة حاليا تقدر يعني كيبل وعندها القدرة انه هي تتعامل مع هذه الشغلة بوقت معقول. هي من ناحيه بتاخذ وقت، اكيد بطبيعه الحال بتاخذ وقت. تمام؟ واضح يا شباب؟ احنا لسه في الموديل بلاننج. في الموديل بلاننج برجع بذكرك في السياق انه انت يفترض انه انت تتخذ مجموعه من القرارات. احد القرارات هذه لو انت كنت بتتعامل مع نصوص بدك تحدد كيف بدك تحول النصوص هذه لارقام. العمليه هذه ايش اسمها؟ فيتشر موديلنج. لازم تعملها بلانينج. ايش الطريقة المناسبة لتمثيل النصوص؟ تمام؟ كذلك من ضمن الأشياء اللي أنت يفترض أنه أنت تتخذ فيها قرار اللي هو موضوع الفيتشر سيليكشن. ايش موضوع الفيتشر سيليكشن؟
انت ممكن يكون عندك البيانات بهذا الشكل، طبعا هذا الاندكس تبع السجلات، هي 0 1 2 3 الى اخره، وانت عندك الاتريبيوتس اللي عندك الاعمده، يعني هي A1 A2 الى مثلا A40، عندك 40 عمود. هل 40 عمود هدول كلهم مهمين لازم ادخلهم للالجوريثم ولا ادخل المهمين بس؟ المفروض من 40 تحديد الأعمدة المهمة، هذه العملية إيش اسمها؟ فيتشر سيلكشن. هذه العملية اسمها فيتشر سيلكشن. خلاص؟ كيف بدك تحدد إنه إيش أهم 10 من الـ40؟ من خلال طرق معينة، زي حاجة اسمها الانفورميشن جيم، طريقة معينة لتحديد أهمية الأتريبيوتس. بروح برتب لك إياهم من الأكثر أهمية للأقل أهمية. أنت بتقول والله بدي آخد أهم 10، فبالتالي بتعمل دروب ل 30 وبتاخد ال10. أو طريقة ثانية اسمها الكوريليشنز اللي إحنا شرحناها المحاضرة الماضية، تمام؟ فبالتالي الفيتشر سيلكشن في أكثر من طريقة لتحديد الفيتشرز الاهم عندك في المشروع اللي انت بتشتغل فيه، بدك تاخذ فيه قرار. هذه الشغله او هذا القرار يفترض انه انت يعني تقرر فيه في الموديل بلانينج. موديل كرييشن، في الموديل كرييشن انت بدك تحدد انه انت زي ما حكينا هنا انه انت بدك تشتغل بدك تشتغل كلاسيفيكيشن. فكم خوارزميه انا عندي في الكلاسيفيكيشن؟ عندي خوارزميات كثيره، عندي 7 8 خوارزميات. ايش استخدم منهم؟ بدي اقرر ايش بدي استخدم، خوارزميه كذا وكذا، تمام. هذه هي جزئيه الموديل كرييشن، تمام. كذلك الاستاتستيكال ميثود، بدك تحدد الطرق الاحصائيه لايش؟ لمقارنة النتائج. طرق الإحصائية لمقارنة النتائج، افترض أنه أنت في عندك الجدول تبع النتائج، أنه أنت قاعد بتقارن بين هذه الأكيوريسي الدقة، وهنا أنت عندك موديل واحد موديل اثنين، هذا جاب 93 وثلاثة، هذا جاب 93 و4. هل الواحد من 10% بيفرق في النتائج؟ كيف بحدد انه هو بيفرق ولا بيفرقش؟ من خلال statistical method، بستخدم طريقة احصائية عشان تقول لي انه الـ1% هذا بيفرق، او يقول لي انه الـ1% هذا مش كتير، مش تأثير، يعني كدقة مش تأثير، تمام. كذلك الفيجواليزيشن، المقصود هنا الفيجواليزيشن للنتائج، معنى ذلك انه انت ممكن يكون في عندك رسمه، الرسمه هذه انه انت هاي الموديل الاول، هذا الموديل الثاني، هذا الموديل الثالث، وتروح تمثل الاكيوريسي تبعتهم بهذا الشكل. واضح جدا انه انت عندك موديل اثنين اداؤه افضل شيء، هذا موديلينج، هذا فيجواليزيشن للريزلت، تمام. برضو بدك تقرر انت كيف بدك تعمل فيجواليزيشن للريزلت. اخر جزئيه هنا اللي هي الداتا سبليت، تقسيم البيانات، بدك تقرر فيه. الداتا سبليت بدك تقرر فيه، تمام. فهجيت هنا في الداتا سبليت،
عندك هاي البيانات. الخيار الأول إنه أنت ما تعمل سبليت، نو سبليت. في هذه الحالة البيانات كلها الداتا هذه بدك تمررها للماشين ليرنينج الجوريثم. هل هذا الكلام يعني كويس؟ ممكن اسوي زي هيك ولا في مشاكل يا استاذ؟ ايش المشكلة هنا؟ ان حجم البيانات ممكن يكون كبير. اجرب لك اياها عشان تقدر تتخيل، عشان ما تسرحش انت بالخيارات تبعتك. تخيل انه انا في الباب الاول رحت جبت لك مجموعة من الأسئلة ورحنا حليناها مع بعض هنا في المحاضرة. رحت قلت لك المحاضرة اللي بعديها في عندك كويز. رحت في الكويز نفس المسائل اللي أنا حليت لك إياها نفسها بالضبط مطابقة جبت لك إياها في الكويز. هل هذا الكويز بيعكس مستوى استيعاب الطلبة للمادة العلمية اللي أنا شرحتها؟ ممكن إنه أنت إيش تسوي؟ تروح تحفظ المسائل عن ظهر قلب وكلكم بتجيبوا يعني علامة كاملة، فبالتالي الكويز هذا ما بيقيس مستوى استيعابكم للمادة العلمية. الأصل عشان أنا أختبر مستوى استيعابكم، عشان أعرف إنه المجهود هذا اللي أنا ببذله قاعد في الشرح أنتوا استوعبتوه ولا لا، إنه أنا يعني ممكن إنه إحنا نحل مع بعض تمارين، لكن في الامتحان أو في الكويز أجيب لك مسائل مختلفة خالص عمرهاش مرت عليك. لكن يفترض إذا أنت فهمت الشرح تبعي وحلينا مع بعض، إذا أنت حليت المسائل اللي أنا أعطيتك إياها يفترض يكون عندك القدرة إنه أنت تحل المسائل الجديدة اللي عمركاش شفتها في حياتك. هذا النوع من الكويزات فعلا بيقيس مدى استيعاب الطلبة ومدى أدائهم، تمام؟ عشان هيك انت عندك هنا في الماشين ليرنينج بده يكون في عندك نفس المبدأ، بدك تقسم البيانات لجزئين تو بارت. الجزء الأول بدنا نسميه ترين، والجزء الثاني بدي اسميه تيست. هذا الجزء الغرض منه انه انا ادرب الموديل، والجزء هذا بخبيه بعزله عن الموديل بشيله على شقه اثناء التدريب ما يفترض انه هو يشوفه على الاطلاق، تمام؟ وبعد ما يخلص التدريب باجي بختبر الموديل في هذا الجزء من البيانات. عشان انت تقدر تتخيل الوضع بشكل افضل بدك تعرف انه الماشين ليرنينج موديل في له وضعين، في له وضعيتين لا ثالث لهما. الوضعية الاولى اللي هي ترين، والوضعية الثانية بريدكت. فعليا الموديل يا اما انت بتدربه يا بتستخدموه في البريدكشن. الموديل هذا نفسه زي اللي فيه قلاب بيحدد ايش الوضعية تبعته، انت بدك تدربه ولا بدك تستخدمه في البريدكت. في التدريب ايش بدك تديله؟ لازم تديله الاكس كابيتال والواي، وانت بدك تدربه لازم تعطي له البيانات الاكس والواي. قل له خلي بالك لما يكون يعني
الفاكهة هي الصورة تبعتها، وخلي بالك الفاكهة هذه عبارة عن برتقالة، تدي له صورة ثانية تقول له الصورة هذه خلي بالك عبارة عن تفاحة، يقول لك اه اديني كمان أمثلة، وتضلك تعطيله في البيانات لغاية لما انه هو يتعلم. اما مرحلة البريدكت، يفترض انه انت تدي له الاكس فقط، هو يعطي لك الواي. في الترين انت بتدي له الشغلتين الاكس والواي، اما في البريدكت انت بتدي له بس الاكس، يفترض هو يعطي لك الواي. كيف بدك تعرف انه الواي اللي جابها صحيحة ولا مش صحيحة؟ من جزئية التست اللي هنا. يبقى هنا بدك تتخيل لي انه انت في عندك جزئية من البيانات هذه عبارة عن الواي عمود، وهذه كلها عبارة عن الاكس. في التريننج انت بتدي له الاثنين هذول سوا، الاكس والواي. في البريدكت ايش بتعطي له؟ بس هاي. تمام؟ بروح برجع لك واي، بتروح بتقارنها بالواي اللي هنا، تعمل مقارنة تشوف الواي اللي طلعها صحيحة ولا مش صحيحة. هيك انت بتقدر تقول انه والله اه اداء الموديل مثلا على سبيل المثال 70%. ايش يعني 70%؟ من السجلات اللي انا اعطيته اياها يعمل بريدكت لها غلط في 30%. يعني لو افترض انه انا اعطيته 70 سجل، 100 سجل، 100 صورة، عمل بريدكت ل 70 صورة صح، 30 غلط فيها. تمام؟ فبالتالي بيكون زي ما انا باجي بختبرك في الكويز، وانت جبت في الكويز على سبيل المثال 7 من 10 او 8 من 10 او 10 من 10، فبالتالي بيعطي مؤشر لمقدار استيعابك للمادة. وهنا نفس الشغلة بالنسبة للموديل، عشان هيك انت لازم تقسم البيانات. تمام؟ نرجع هنا كمان مرة. تقسيم البيانات، انت عندك هنا في الموديل بلاننج شغلة مهمة جدا لازم تقرر فيها اللي هي تقسيم البيانات. فحكينا انه الطريقة الأولى ما تقسم البيانات، وحكينا انه هذه الطريقة مش مقبولة. الطريقة الثانية انه انت تقسم البيانات لجزئين. الطريقة الثالثة انه انت تقسم البيانات لثلاث اجزاء. ايش هي الاجزاء هذه؟ اللي هي ترين وفاليديت والجزء الأخير تيست. الترين عرفنا ايش المطلوب منه، والتيست عرفنا ايش المطلوب منه. هذا جزء ايش بدي استخدمه؟ في حاجة اسمها الهايبر باراميتر تيونينج. ايش الهايبر باراميتر تيونينج؟ لنفترض انه انت قررت انه انت تشتغل على تو الجوريثم، الجوريثم واحد اي ال جي واحد واي ال جي اثنين. حاجات زي ما انت درست في مادة الخوارزميات، كل خوارزمية ممكن يكون في لها مدخلات انبوت غير الداتا، يعني غير الاكس والواي. لنفترض ان الخوارزمية هذه بتاخد باراميتر اسمه كي، والكي هذا ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون اربعة. وهذه الخوارزمية بتاخد تو باراميتر اسمهم الفا وبيتا، والرينج تبعهم يفترض بين الصفر والواحد. معنى ذلك انه ممكن تقبل واحد من عشرة، اثنين من عشرة، ثلاثة من عشرة. سؤال بطرح نفسه الآن، ايش افضل قيمة لكي في حال الجوريثم واحد؟ بدي اجرب. لا مش اقل قيمة، بدي اجرب. معنى ذلك انه انا بدي ادرب الموديل لما كانت الكي اثنين واعمل له تيست. تمام؟ اشوف قديش جاب 70% 80%.
أجرب لما كانت الكي 3 جاب 83%. هذه طريقة بقدر أعرف إيش أفضل كي. في خلل في هذه المشكلة يعني في هذه الطريقة؟ الخلل إنه هذا يعتبر نوع من أنواع الغش. ليش؟ لأنه أنت استخدمت التست. حكينا أن التست يفترض أن تكون معزولة خالص، يعني مخباية، ما تخلي الموديل أنه هو يتعرض لإلها أو يتعرف عليها بالمرة. بعد ما تحدد إيش أفضل قيمة للكي، ساعتها بنقول أنه إحنا بدنا نختبر الموديل. فعشان هيك أنت بتاخد جزء من البيانات اللي هو الفاليديشن، بتحدد فيه إيش أفضل قيمة للكي. بعد ما تصل لأفضل قيمة للكي، بتختبر هذا الكلام على التست ديتا. تمام يا شباب؟ واضح؟ يبقى في الموديل بلاننج بدك تفكر في طريقة تقسيم البيانات. حكينا انه في عندي ثلاث اقسام، ترين وفاليديشن وتست. كذلك انت لو كانت البيانات كتير كتير كبيرة، لو انت عندك على سبيل المثال 100,000 او مليون او 100 مليون سجل، كيف بدك تعمل بلاننج لحجم كبير من البيانات؟ فانت راح تاخذ عينه من البيانات، العينه هذه بنسميها توي، تستخدمها يعني على جهازك، على اللابتوب تبعك لوكالي. تمام؟ فبالتالي انه يعني العينه هذه من البيانات بتكون يعني نفس الاستراكشر تبعت البيانات الكبيره اللي هي 100 مليون، ولكن انه حجمها بيكون صغير جدا. ليش؟ لانه بدك انه انت تستكشف هذه البيانات وتساعدك في عمليه البلانينج. لانه انت تخيل حالك انه انت بدك تبني موديل، بده يكون في عندك 100,000 سجل بدهم يمروا على الموديل هذا، ممكن هذا الكلام ياخذ له كم من يعني 7 ساعات او حتى ايام عشان يخلص. فعشان هيك انت ممكن انه انت تعمل عده تجارب صغيره على عينه صغيره من البيانات عشان تساعدك في البلاننج، في الاتخاذ القرارات، عشان انه انت لما تيجي تعمل بيلدينج للموديل انه انت تحدد ايش هي يعني القرارات او ايش هي الشغلات اللي انت بدك تعمل فيها، بدك تستخدمها في بناء المودلز. تمام؟ المرحلة الجاية اللي هي الموديل بيلدينج حنحكي عنها المحاضرة القادمة إن شاء الله.